الإنسان وتجمعهم على مذهب واحد، مذهب الحب، بعيدا عن كل الانتماءات الطائفية. Donc voilà, nous sommes réunis ce soir pour honorer, rendre hommage à la musique marocaine avec l'ensemble El Asil qu'on peut applaudir. Son représentant, Monsieur Younes Bourhanem, on l'applaudit. Monsieur Sidjil Massif qui viendra tout à l'heure sur scène. Vous interprétez les grands répertoires de cette chanson marocaine. Mais voilà, comme toute soirée, nous devons d'abord remercier nos sponsors, partenaires. Donc nous allons énumérer donc cette liste dans l'ordre, j'espère n'oublier personne. Donc voilà, l'association Hiwan, qu'on peut applaudir, Monsieur Hamouchi, Dunia News, l'association Ibn Battuta, Monsieur l'arbitre Tuta que je vois là, Monsieur l'arbitre. نعم إسماعيل، مرحبا بكل جمهور صغيرا وكبيرا، نساء ورجالا. فقط غادي نعاود لي ميديا اللي كنت ذكرتي والإعلام، حيت هو اللي كيوصل صدى. عندنا شي بلبله هنا ولكن غادي نكمل الهضرة ديالي الأولى. اللي كيوصل صدى فغادي نعاود. حياة إكسكيزيموا مسيو، أون أون سواري أنيمي، كيسكي فو فايت سور سان؟ مالك السي مراد؟ أهلا، نحيي الجمهور بعدا. أفو دو كونوسي لاباس؟ للجمهور الكريم، وكنتمناو ان شاء الله تقضيو معنا واحد السهره ممتعه مع الفرقه الموسيقيه وسي هشام سي جلماسي ان شاء الله اللي غادي ما شتيش واحد الجوج لابسين ديك اللباس عربي ودايرين ديك القفه فوق راسهم؟ شكون هادو؟ حنا ما شفنا حد. ابو جهل وابو لهب. شو جايين نقلب عليك ولا؟ تيقلبوا عليا. علاش؟ هذاك الفيديو الاخر اللي درت على قريش تيصدع بزاف. ديما كان ولك مراد حدي راسك. لا يفوز بك القومان يا فلان. ورد بالك. هذه بلادك راه انت محسوب عليها. واخا كان عندنا الخبر باللي عندك شي مشكل مع الفنانه المغاربه، شي فلوس كوم سا عاودنا. وهل واحد النهار تقطعت في الفلوس وانا نمشي عند الفنانه المغاربه باش يسلفوني؟ مشيت عند السعد هذه بالخياط، قلت له الله يعطيك السري ما سلفني. شنو قال لي؟ يا ولد الناس انا فقير، جياب سرا ولي متقوبه، الفلوس اللي كانوا عندي ودتهم ليا محجوبه. يا ولد الناس هذي يوم وانا جيعان، كشي بحر الجوع نض فيها بالعمان، فلوس كداها الدكالي قبل ما السهره وتسالي. يا ولد الناس وسير. مشيت عند الدكالي، مشيت عند الدكالي قلت له السيد الدكالي انت راجل مزيان وغادي تعطيني شويه ديال الفلوس، عرفتي شنو قال لي؟ ما انا الا مزلوط، عندي قوط وكبوط، وانت يا ولد مسخوط باغي تفيق عليا، غنضربك بالسنطه نبلغ عليك الشرطه، وعايش في الزلطه تفيق عليا تيريري. ويلا كنتي مسنطح تيريري وبغيتي تحيح تيريري، راح انا قبيح نكعو نسيح، ولا كعيد كنطيح. سير 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 بحالك وميك عليا. بينكم وبينهم وهاد التخربيق كاملين، انت شنو جيتي دير هنا فوق الخشبه؟ شنو واحد الفنان، واحد الفنان موهوب تبارك الله، كيرضى لا نوستالجي ديال لا شونسون ماروكان، لا فغي شونسون، يعني الكلمه الطيبه والجميله والاداء الجميل، وتبارك الله عليكم. سادتي انستي، هذا الفنان اللي غادي يكون حاضر معنا اليوم بدا مشواره الاول في المجال الكروي، وكان ممنوع عليه يغني حتى في الدار، حتى انه مراد نعم خدك لا طلع الساعة على حساب الغناء، لكنه ما يئسش، صابر وجد واجتهد باش يقف اليوم هنا امامكم ايها الجمهور، ايها الاصدقاء والاحباب. Voilà, c'était inattendu, mais ô combien apprécié. Donc merci à vous. On va souhaiter une bonne soirée à tous les spectateurs ici présents dans la salle. On applaudit encore l'ensemble Tarab El Asil, Younes, Younes, vous pouvez lever s'il vous plaît. Younes Bourhanem, qui a l'initiative de ce mouvement. Voilà, pour terminer un instant les amis. Pour terminer, il y a une tradition, hein. J'ai une tradition, c'est mon petit selfie personnel sur scène, donc voilà.
فقط كلمة، انتظر، فقط كلمة أن الفنان كاينين هنا مجموعة من الأصدقاء طلبوا منه أغنيتين وبها غادي يفتتح الحفل، وهي أغنية الما يجري قدامي وأغنية يا محبوبي. ديالي في فيسبوك كوتاريتا ولا لا جميلة معروفة ياسمين والأستاذ مصطفى رعد على هذا الفن. على آلة البوغوس الأستاذ سعيد البوغوس أستاذ عماد تبوكا وعضو معروف. نعم بالمناسبة نفس الفرقة الموسيقية اللي تكون هنا في هاد لاسان بعد السبت المقبل، مرحبا بكم تحضروا شكرا عليكم جميعا ولقاء إن شاء الله.